ينضم إلينا حول هذا الموضوع مراسلنا في ريف دمشق بلال أبو صلاح. بلال، مرحبا بك. آخر التطورات الميدانية خصوصا فيما يتعلق بالمجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي في مدينة دوما. نعم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. اليوم مجزرة جديدة تضاف إلى قائمة المجازر في الغوطة الشرقية التي استيقظ ضحاياها مع أصوات انفجارات طريق القذائف في مدينة دوما، حيث تعرضت المدينة لقصف بصاروخين أرض هدف الأحياء السكنية في ساعات الصباح الباكر، وإحدى هذه الصواريخ استهدف إحدى مدارس المدينة، بالإضافة إلى وابل من القذائف أيضا استهدفت الأحياء السكنية في المدينة. اليوم المجزرة راح ضحيتها 8 شهداء في المدينة، من بينهم طفل وعشرات الجرحى. فيما أعلن اليوم مدير التربية والتعليم في ريف دمشق عن توقف الدوام المدرسي اليوم في المدينة نتيجة حملة القصف الهمجية التي يشنها النظام على المدينة. أيضا اليوم سقوط شهيدين في مدينة كفر قرطبة جراء سقوط قذيفة هاون استهدفت السوق الشعبي في المدينة، بالإضافة إلى سقوط عديد من الجرحى. كما استهدفت مدفعية النظام بدت السرقية في منطقة المرج بالغوطة الشرقية. انتقالا إلى الأوضاع العسكري في الغوطة، حيث شن النظام هجوما عنيفا على جبهة الكردي، ما أدى إلى تقدم النظام على نقطتين واستشهاد 8 مقاتلين أثناء صد المحاولة حسب ما ذكر جيش الإسلام. فيما قام جيش الإسلام بعملية معاكسة لاستعادة السيطرة على المدينة، وقد تم استهداف نقاط الهجوم بقذائف الحرب وإنتاجية جديدة للعملية. كما أعلن جيش الإسلام عن عقد قبل قوات الهجوم على ترجمة سجن النساء في الغوطة الشرقية. أما في الغوطة الغربية، حيث تناوبت اليوم 4 مروحيات على قصف طفين خان الشيخ بما يقارب 15 برميل متفجر. نعم، شكرا جزيلا لك بلال أبو صلاح مراسلنا في ريف دمشق.